السلام عليكم الشيرات، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو، هذا لا فيديو راه مخالف الفيديوهات اللي مدارين نديرها. دونك ماهوش روتين وماهوش وصفات وماهوش طياب خاطئ كوزينه كاع. راني مجمعه انا وماما هكا قلنا ندير لكم موضوع، وماما يبي تحكي لكم على الكنه وكيفاش لازم تصبر وكيفاش تتعامل مع اهل زوجها وكيفاش كيما كانوا بكري، على تاع بكري كيفاش كانوا وعلى تاع دروك كيما راهم. نقدم لكم ماما. السلام عليكم بناتي، كي راكم؟ نتمنى كاع تكونوا بخير نتوما وليداتكم ورجالتكم. ورانا مجمعين هذا الصباح انا وبدرة، رانا كنا نحكو شويه وقلنا علاه ما نحكوش كاع معاكم في رحبه، نديروها جماعه كاع كبيره انا حنا وانتوما. خاش البدا البنات يقولوا لي قولي لماما تعطينا نصائح على الزواج اللي يدوم، زعما الزواج تاع الصح اللي لازم المراه تتبع الخطوات تاعه وتنجح في حياتها. هيا البدا يقولوا لي قولي لماما تحكي لنا على ديك اليوم قررت، قلت لماما راهم البنات غير طلبوا فيك باش تهضري لهم. ما فيها والو، فوالا قالت لكم راكم كيما بناتي وراني نهضر لكم الصح، وان شاء الله قاعد تتبعوا النصائح وكاع غادي زواجكم ينجح ان شاء الله. حنا ابنا باين نحكي لهم على ما في وقتنا حنايا كي كنا احنا الطفله مين كان، احنا مين كنا في ديارنا عزبات ما كناش نخرجوا كيما داروك هكا يخرجوا يخدموا بزاف، كانت قليل اللي كانت تخدم انا في وقتي. هيا والمراه مين تزوج ما كانوش كيما داروك يطلبوا ديارهم ويطلبوا، كانت الطفله تتمنى غير تزوج وتروح عند راجلها. كانت الطفله يجوا يخطبوها ما تعرفش كاع شكون هذا اللي تخطبها، ما تعرفه ما شايفته ما تعرفه ما يعرفها، ما غير طفل والديه يخطبوا له هما يختاروا له اللي بغاو. والطفله ثاني طفله غير اللي كيقول بوها راهي قابله، دروك كلشي تبدل، كانت راهي قابله ما تقولش لا، ولا ما تطيقش تقول لا لباباها ولا لامها ولا تقول ما تقولش لا، بعد ماشي قابلته ما تقولش لا، ولا غير بشويه 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 طورت الحاله. دروك ساهي دروك تجي مقاوداته وتقول لهم هذا هو، هذا هو اللي باين تزوج به. ايوا كل وقت ووقته، كل وقت ووقته. دروك هذا الوقت اللي رانا فيه شويه صعيب، ماشي كيما تاعنا، الله ماشي كيما تاعنا، راه كثر الطلاق كثر المشاكل الزوجيه قوات. وعاد نقولوا كل شيء متوفر لهم، تروح من نهارها هي وفي دارها، من نهارها خلصتها في يدها تخدم، وما تصيبيش كيما حنا كنا حسره ما تقولش يعيشوا كيما كنا مهنيين، ما كاش هاد المشاكل وما كاش. على هذا باغي شويه بحال نقول لبناتي وكاع اللي راهي مغبونه، ولا تقول لك راني مغبونه مع عجوزتي ولا مع حماتاتي ولا مع راجلي، ولا باغي شويه نصبرهم واللي يديروا في عقلهم باللي لا عندهم دراري ولا يصبروا في طوع دوك الوليدات مساكين اللي عندها دراري مساكين، على هذوك هما يديروها والولاد ودوك الصغار مساكين يخلصوا. وحده تكبر قلبها ثاني ماشي على مشكله صغيره تروح ديري فيها حيه كبيره وتوصل للطلاق وتوصل علاه، تتولي بالندامه عليهم من بعد. عندك عقل وخمي غير بشويه بالندامه. احنا كنا من كانت المراه عند راجلها تكون عند عجوزتها، عارفه روحها باللي من نهار الاول تروح لدار عجوزتها. واه احنا ما كناش نديرو بلي صاي داري وحدي وكل شيء وحدي نبقى انا نحكم في داري، لا هذه نقلعوها من رسالنا ما كاش، روحي عند العجوزه، هذه ما كاش، روحوا عند العجوزه، العجوزه هي اللي تحكم فيك، هاش ديري وش ديري واللي قبل السيف عليك تنوضي، لاكي مريضه ولا لا عاد شافوك مريضه ويقولوا لك قعدي داك اليوم راكي مريضه رقدي، تجي من عندهم هو. ايوا تنوضي طيبي تغسلي تجفي كلشي ديري، ويلاصتيها عاد مليحه. وزيد كاين اللي بتنقريش تسمع الكلام وتسمع، انا حنا شربتنا مع مع دوك الحمامات الحماتات راني كيما مرت خويا، راني كيما مرت خالي خطره غلطه قالت حمامات كاين الحماتات شا سمعنا منهم وصبرنا صبرنا كما صبرتي ما راكي كيما هاك. اي صبرنا، وكان بحال نقولوا له اختك شا قالت ولا شا قالت ما يديرش عليك، ما يسمحش الراجل، ما يسمحش، يسمع لامه شا تقول له. الا قال المراه تصبر تقول لك صاي انا تزوجت
نصبر درك راني متزوجة ودرت راجل، نصبر وحده تصبر تصبر غيب شويه بشويه حتى يفرج عليها ربي. واه فرج عليها ربي غيب الخير. ما كاش كيما الصابره دير وليداتها وتجفجف على وليداتها، ما تقولش باللي نروح نغضب، ولا كي تقول نروح نغضب لدارنا ولا نزعف، ولا تشوف لولادها كاع دوك الوليدات مساكين تديهم لداركم، تصيبي تاني ساخوتك ولا تصيبي ما تحصيش خواتاتك ولا تاني ما يقبلوهمش، بوك بالك ما يقبلهمش. قالك داري سطرت عامها تاعي مترتفع عند والديها بولادها ما يقبلوهاش. لا يليق المراه تصبر على وليداتها. كاش كيما دارها وراجلها. تقولك لا انا نرفد الحلوه والمره على وليداتي نصبر. ويعيا الراجل، يعيا الراجل صعيب ولا دمو حامي ولا يعيا يعيا هكا حتى يقولك لا، يرجع الروح غير روحه ويرجع لعقله. يجي النهار اللي يقول لا انا يا شو كنت ندير، انا شو كنت ندير، هذه مرتي وهذه مولادي. واه يعيش تاني عقلو كاع وخد اخر، ويعيشوا عايشين هما وليداتهم وينساو كل شيء. اللي قال وحده تصبر وتكبر قلبها يقصبرها، هذا مكان اللي قال وحده تكون يكون قلبها كبير كي تزوج. ودروك راهي بالخف غير تتنرفى محماتها ولا معجوزتها تروح هذيك سوتها وتروح لدارهم تغضب. دروك الراجل من يجيش يقولوا لها مرتي وين راهي، يقولوا لها راحت لدارهم. ايه راحت غضبت علاه، شو قلت لها غير دابزنا غير دبز دبزه نورمال عاديه، غير قلت لها نوضي جفي ولا نوضي رفدي هذاك الربوج ولا نوضي تزحفت، قالت لك مانيش بونيشه عندكم ومانيش خدامه ومانيش تاع. دروك راهم مقلقات بزاف، ماهمش يصبروا ماهمش يسمعوا الكلام. بكري كانت العجوزه كتقول كلمه كنا تخاف منها، لازم تطبق لها شا قالت، تحترمها تخاف تقول له كان نعارضها ولا ما نديرش راهي باغيه ولا غادي تخبر عليا الراجل. كانت بكري العجوزه تقال ولدها عند الباب، عند الباب عند الباب ما تخليش تيريح. اش تقول له؟ تقول لها ها فلان يروح تعرف باللي شا دارت اليوم، روح نخبرك شا دارت هاي. غير تردخ غير تردخ غير تشنقلتها ولا تردخ حاجه ما لا تقول لها ها شا دارت في وجهي. واه راهي مشنفة علينا. ها لاباط غير كانت مقلقه ولا ولدها بكار حتى تجري دخلت شنقلتها حاشاكم عند الباب. كيما انا واه كيما انا مرت خالك، مرت خالك الكبير. واه نهار اللي زوجت والديها، شوفي الوالدين اللي يكونوا واه ما شاء الله ما شاء الله عليهم باش ما يحلوش العين للبنت. اه نعمه التربيه. كي تزوجت وكانت عروسه وقيل الله اعلم راحت خطرتها الاولى ضيفه عندهم ولا اش قالوا لها؟ قالوا لها شوفي حنايا ما عندناش الطفله تجي غضبانه عند دار باباها. شوفي الله يبارك راكي تسمعي، ويلا غلطتي وجيتي غضبانه ما تقوليش بحال جيت غضبانه ونرجع صيي تقعدي تما، جيتي غضبانه ما كاش رجوع تما تقعدي. خوفوها واه ما تزيديش ترجعي. واو تما تقعدي ما كانش تقولي بحال جيت غضبانه ونزيرها ونعاود نرجع. لا هذه ما كانش بكري ما تكزيستيش تاع نزيرها ونخوفها. جيتي غضبانه ديفينيتيف تقعدي ولا تقولك عندي ولاد معاه. عمرها عمرها مرت خالك ولا راحت غضبانه لدارهم. الله يبارك ها راهي شو شادارت راهي هي درك بكناينها وراهي. الله يبارك واه بحفايدها وراهي صبرت وصبرت والحمد لله. بحال تاني صابت خالك تاني خالي مسكين الله يرحمه. هو خالي تاني ما شاء الله عليه ما كانش راجل فوق الارض كيفه، الله يرحمه ويصحى عليه. تفكرنا في هذا الجماعة ربي يرحمه ويغفر له يا ربي. وهي تاني خرجت بنت اصل، هي تاني في الحق تاني هي بنت اصل وبنت فاميليا، هي كي والديها تاني تحشم على والديها وتحشم على خاوتها، عمرها ما دارت العيب معاها. نعمة والله لا نعمة منسوبية ما شاء الله. كاع يهضروا عليهم بحق، كاع يهضروا عليهم ناس ملاح وما شاء الله يناسبهم زعما ما يخافش. لا دروك دروك قاعدين تقولي ماشي نسوبيه بحال شتي الله يرحمها شحال تبغيها كي غالطه كنتها الاولى وتقول لهم هذه هي دراعي اليمن تتفهم هي وجدتي الله يرحمها غير بالعينين بلا ما يهضروا. شوفوا كنا تاع بكري كي دايرين غير تخزر فيها قالت لك نعرف عجوزتي اللي تقولها هي ما نعرف ما شاء الله تقول بعينيها غير بالعينين يتفهموا غير بالعينين تفهمها بالعينين تفهمها شنو راهي تقول. انا هذه اللي مازال ما دخلتليش وما مسكينه ما بغات تموت عينيها غير فيها شتي والله لعينيها غير فيها حتى على طيعتها وتقول لهم بغاتها تقعد غير معاها في السبيطار تولي تبكي عليها وين راهي وين راهي وحنا نصبروا فيها تا كتجي مين تشوفها جات تفرح كيما داك الغوريه اللي يشوف امها تريح كانت مسكينه مريضه في فراش ريح بصح دايرت لها كيما يبغي القلب. اه ما شاء الله حنا ما درناش لمنا كيما دارت لها نتوما ما درتولهاش كيفها هي بصح هي عاشت معاها وكبرت معاها جات غريانه وكبرت معاها غريانه وكبرتها وعلمتها سمعوا على الكنايه تاع بكري علمتها وصابتها وصابتها
فوالا صابتها كي لقلبها كيما خدمت تما علاش هي خدمتها على حساب قلبها. هايوا علمتها, علمتها على يدها ولا تداك ما مين ما طاقتش تولات تخدم ولا تقعدت مسكينه في بلاصتها. الخدمه اللي تخدمها مرت خويا كلي خدمتها امها كيف 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 نفس الشيء نفس الشيء كيف كيف الى طعام الى شوربه الى كلشي كلشي الى غاطو الى كلشي الضياف يجوا غير هي. اه هي تسلكها غير هي. حنا ولينا من كنا يجي العيد الصغير و... وما راحت خطره ولا ما نعرف لدارهم و... شتي كتلف لكم تلفت لنا كاع تلفت لنا نتوما اللي داركم ما تعرفوش حتى ولي حتى رحنا نعيطوا لها راح مسكينه وتجي ما تقولش والله لا مسكينه تخلي خواتاتها تخلي كاع فاميليتها وكي تحس بينا حنا ما راناش طايبين نقعدوا بلا بيها مسكينه ايات عقلها كنت صغيره العقل تجي مسكينه والله لا تجي حتى نشوفوها دخلت نقولوا ها جا جا شوفي حتى حنا دراري كنا صغار نفرحوا مي نشوفوها تفرحوا هي لاخاطش علاه موارفينها مسقمه مسقمه وموارفينها في الدار سقمة. كنا بحال ما نكون لما عيد ولا ما تكونش هي نحسوا باللي حيه كبيره ناقصتنا وكي تدخل قعد قعد الدراري وقعد النساء قاع يفرحوا تبي الابتسامه في وجوههم والله شوفوا كناين تاع بكري اسمعوا الشيرات وديروا في بصح هذه هذه اللي متفاهمه هي وعجوزتها اللي متفاهمه واه اللي متفاهمه هي وعجوزتها ماشي دايرين المشاكل والو 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 حتى ما الله يرحمها مسكينه تبغي كناينها قاع كيما راهم ما تفرز حتى وحده على اختها والو مسكينه نهار النفاس تخاف عليهم اكثر من اللي تخاف علينا حنا حكيتي لي واه مسكينه والله لا قلشتهم والله دير لهم فوق اللازم فوق اللازم هادي غادي يخلوها تاع العجوزه كي تتهلا في الكنه وكي المره الجايه ان شاء الله الشيرات ان شاء الله غادي نحكوا لكم على العجوزه وش لازم تدير لكناينها اليوم بغينا اليوم بغينا نوصوهم غير تاع اللي قال المراه تصبر الا ما صبرتش والله تجيبها غير في روحها الزواج الناجح كيفاش المراه تنجح في زواجها اللي قال المراه تصبر والايام الجايه ان شاء الله كاع لما واساتهاش ماشي مليحه تصبر الايام الجايه ان شاء الله تشوفها مليحه واحد مكاش 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 اللي ما نخبنتش ومكاش اللي ما شافتش الويل ومكاش وبصح من بعد ربي يفرج سبحان الله ربي يفرج من بعد مكاش اللي لقاتها كيما بغات كاع نغبنا وكاع خفنا نخافوا من الراجل نخاف انا وانا حماتي نخاف منها انا حماتي نخاف منها كيما تقول لي ندير وكيما الصباح غير نوض صباح الخير انا الاولى نقولها نتمشى نتمشى على يدها ونخاف منها مع اللي جايه شويه مانياك من بالقضيان وكاع نبقى نقضي ونقول بالك ما يعجبهاش قضياني هكاك ودي فوا تعاود موراه لا غالب هادي مالادي لا مانياك هادي مانياك والله لا نقضي ونخاف نقول ما نعط لا راني لا راني عجبتها في الخدمه تاعي ولا لا هي وكاع الا تعاود معايا ما نقولهاش علاه عاودتي ولا تاع دروك تعاود موراها تسكت تقولها علاه ما عجبوش قضياني ما نزيدش نقضي واه ما نقولهاش صبري ما تقولي والو وكما تقول هي كانت حماتك كبيرة الحمد لله الحمد لله صبرنا على وليداتنا وهرانا ربحنا وليداتنا وربحنا رجالتنا وربحنا والحمد لله ايا ماما نصيحة اللي تمديها لهاد البنات الصغارات اللي راحين يتزوجوا واللي راهم تزوجات جدد نصيحتي انا اش نقول لهم نصيحتي الطفلة كي تعرف روحها باللي صاي جا راجلها باش جا مكتوبها ايوا نقولها غير الا كان قلبك شويه ضيق لا كبريه كبريه بزاف كبريه انا باغي تربحي الا بغيتي تربحي الدنيا والاخره خاطر الراجل تاني تدي منه دعوه الشهر ولا تاني كبري قلبك يا بنتي وكيما يقول لك راجلك الا بغيتي تعيشي مليح كيما يقول لك راجلك ديك حاجه ما ديريهاش ما ديريهاش قلتي له باغي نخرج قالك ما تخرجيش ما تخرجيش ساحفي راجلك يعيا هو يعيا كي يشوفك تساح فيه يطلق لك يطلق لك لا ليبرتي يقول لك صاي انا نعرف مرتي كي دايره خرجي الوقت اللي بغيتي تخرجي خرجي وكل شيء بالمساحه والوحده واه الوحده اللي تكون مسافه بينها وبين راجلها وكما يقولوا ناس بكري ما كانش اللي تزوجت مع خوها ولا مع باباها ايوا صديق العقليات ماشي كيف كيف ديك المناقره شويه وتجي هذه كاع كاينه في المراه والراجل كاع بصح الوحده ما تكبرهاش ما تبيني لوالديك ما تبيني لخواتاتك باللي انا هاش دار لي ولا هاش قال لي بعد والديها يحقدوا من بعيد على حاجه تاع والو هي تصالح هي وراجلها بينك وبين راجلك صاي تناقشتو تناقشتو انت وراجلك صاي بينك وبين راجلك دايرتي في ذاك اليوم ولا الغدوه من ذاك صاي ديك المشكله تروح غير لوحدها غير لوحدها تطيبي يبقى العيب مين خبرت خواتاتها وامها وكاع واه غير بينك وبين راجلك وحلوا مشكلكم و وهذا ما نقول لبنياتي وان شاء الله يا ربي نتمنى كاع اللي مازال ما تزوجت تصيبها غير مليحه قدامها ان شاء الله
واللي مازال ما تزوجش ان شاء الله ربي يجيب لها سعد لهنا وتتهنى هي وياه، ان شاء الله ربي كاع يفرج عليها، واللي محرومه من الدريه ان شاء الله ربي يعمر حجرها ويرزقها بالدريه الصالحه، واللي مريضه ربي يشافيها ويعافيها ان شاء الله، واللي ماتوا الله يرحمهم ويصحى عليهم. شيرات نقول لكم تبقاو على خير. كانت هذه هي اول فيديو تاع حكايات مع ماما، ان شاء الله تكون عجبتكم الحكايه وعجبكم هذا الفيديو. تعطوني رايكم في لي كومونتير وقولوا لنا المواضيع اللي راكم باغيين نهضروا عليها ان شاء الله، ونديروا جماعه كيما هذه ونهضروا لخياتنا. وان شاء الله نقول لكم ما تنساوليش الجام وتبقاو على خير، وتلاقاو في موضوع اخر. بالسلامه بنياتي، بالسلامه، تبقاو على خير.